متفقين امنيا بدنا نشتغل، انا امن السياحه ووزاره الداخليه تشتغل، لكن رؤيتك انت للسياحه مو مثل رؤيتي انا للسياحه، انا مو مشكلتي انت خطأتي بالكلام. استاذ هيثم كلش دقيق في وصف عدد المطاعم، هذه المصنف السياحيا اللي ماخذه اجازه من هيئه السياحه، قد يكون هناك مرافق سياحيه غير مجاز اصلا. هذا ما يعتبر مرفق سياحي. مو انا المشكله ما شفت دقه، هو لا اكد ولا نفى، هو قال لي الارقام مو واقعيه. صحيح. انا عندي رقم من وزاره الداخليه اسال عنه، انتم كنقابه شنو رايكم باللي جاي؟ هذا كلام استاذ هيثم كلش دقيق. اذا انت تؤيد، هل تؤيد ارقام وزاره الداخليه؟ ليش؟ استاذ هيثم يقول لك انا اي مرفق سياحي انطيته اجازه يعتبر مرفق سياحي. اذا تاييدك لهيئه السياحه هذا يعارض الارقام اللي اعطتها وزاره الداخليه. وان كان